السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ماروك أخبار يومية، مرحبا بكم في واحد الفيديو اللي خطير جدا، وللقضية كبيرة بزاف، وهي قضية نصب شخص نصب أو الملقب ببولحية نصب على أكثر من 600 شخص بطريقة جهنمية. شنو هما الحيتيات وشنو هما التفاصيل عن عرفها مع هاد الشهادة ديال هاد الأخت اللي تايا من ضحايا ديال هاد النصاب. القضية ديال هاد الشي بدا كيكتر بزاف، وواحد انتشار كبير ديال هاد النوع ديال النصب. أغلبية دائما كيكونوا جروبات كيدخلوا ليهم الناس، جروبات واتساب، جروبات فيسبوك، جروبات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، كيدخلوا ليهم، كيجي واحد السيد كيقول لهم راني كنضاعف الأموال الى اخره، كيكونوا مخدمين مع شي وحدين حتى هما كيضاعف لهم في الاول الاموال. هادو قارين، هاد النوع ديال النصب مقري وبدا كيتكرر بزاف. دائما كيطمعهم كيقول لهم اما كندير التداول، اما عندي واحد القضيه، المهم كيوريهم بان كاين واحد الطريقه سحريه ديال انهم كيضاعفوا المبالغ ديال الماليه اللي كيعطيوها ليه، كيعطيو حتى هما بحسن نيه وخلقا ولا يحمي المغفلين، كيمشيو بحسن النيه كيعطيهم المدخرات ديالهم، كيعطيو لهاد السيد. هاد السيد والمشكله، المشكل الكبير هو ان الناس، كاينين الناس اللي كيعطيو مبالغ كبيره جدا، كتقدر توصل حتى مئات الملايين. ان بحال هاد الناس اللي قدروا يجمعوا مئات الملايين، كيفاش الدماغ ديالهم كيقول لهم انهم يعطيو لواحد نصاب؟ المهم تصنتوا لهاد الاخت والشهاده ديالها ورجعوا نعلقوا على الفيديو. مزيان الاخوان، عطيونا الاشاره والصوت مزيان. القصه نقدر نقول لك انا شخصيا غير ملي لصحت فيه دابا تقريبا من شهر 5 كنظن ولا شهر 6 ديال العام الفايت، باش لتحت سبي يعني تقريبا هذه شي سنه. بدا هذا المشوار هذا ديالو ديال النصب تقريبا من شهر 8. بدا تيراوغنا باسم ان البنكه حبست ليه لي كونط ديالو الى اخره. من بعد ولا كيقول لك بان عليه شي مشاكل وداكشي، حنا اصلا ما كناش كنعرفوا بانه شنو خدام ولا فاش كيانفيستي هاد الفلوس. حنا كيحطنا فلاير كندخلوا على اساس باقه استثماريه، ما عارفينش حنا هاد السيد هذا فاش كيروج هذوك الفلوس الى اخره. ثاني حاجه كان كيقول لنا بانه ضمان راس المال، يعني ضمان راس المال يشجع مجموعه ديال الناس انهم يدخلوا، لدرجه ان الناس خداو كريديات باش انهم يفوهوا شي شويه راسهم تصدقوا غار. بطبيعه الحال دائما وابدا الناس كتسعى، دائما هذا اي انسان كيسعى باش يحصل اموال، يضاعف الاموال ديالو، وخصوصا مع الوضعيه، مع هذا الركود اللي واقع، الوضعيه الاقتصاديه، الانسان عنده طموحات، باغي يسافر، باغي يدير الفلوس، باغي يدير سياره، باغي يدير دار، باغي يدير محله تجاريه. مهم اي واحد كيسعى انه مضاعفه المال ديالو. كيجي واحد الناس كيبداو يديروا لهم باقات، زعما راه نوعيه النصب دابا راه بدا كيتطور، باقه النصب الاولى وباقه النصب في اي بي. الناس مع كامل الاسف كيقول لهم راه كاين واحد الضمان ديالاش ديال الله اعلم يعني. وصار ما نكذبش عليك شنو دار فينا، يعني ما بقاتش غير في الجانب المادي اللي ترزينا فيه، وانما راه ناس طلقوا، ناس ماتوا بالفخصه، الناس اللي مرضين دابا بالكونسير وبدياليزو الى اخره وما لقوش باش يكملوا العلاج ديالهم. خويا دخل علينا بالاسم ديال الدين وبقى الله وقال رسول، انا ما ناخذ لكمش فلوسكم، انا بغيت نعاونكم في سبيل الله، انا ما خصاش. دائما الاخوان والاخوات، النصاب دائما كيبغي يبين لك انه هنا لمساعدتك، وهو راه العكس، راك انت اللي غادي تساعدو. وتا الناس اللي كيبان لكم بعض المرات في الانستغرام او في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيديروا كيبان لك هازين الفلوس، واللي كيقول لك شوف انا وصلت لهاد الفلوس، اللي وصل شي طريقه باش كيجمع بها الفلوس راه ما عمره ما غادي يوريها مباشره، ما عمره ما يعلمها حتى شي واحد اخر. علاش؟ لان لا علمها صافي ما كتبقاش هذيك الفكره. خير دليل على هذا كان واحد السيد في امريكا كان لقى واحد المعادله رياضيه اللي كتنجحوا في البورصه، واستطاع بهذيك المعادله اللي خلاها فقط خاصه بالشركه ديالو انه يربح ملايين الى اخره. وهذا ناس راه عباقره جاو من وراه واحد اكاديميين، ناس اللي في عنده قراو دراسات، ولقاو توصلوا لهذيك المعادله، وهذيك المعادله الرياضيه تمكنوا صافي من اللي هذوك الناس حيت اكاديميين خرجوها للعلن. ان فوا خرجت الى العلن صافي ما بقاش كصالحه،
وصافي تبدلات وما بقاش كتضر على هذاك المولاها تدير عليه حتى شي ربح. وهكذا دواليه اي واحد لا يقول لك انا اجي غادي نربحك راه ما هو في لو راك الطريقه صافي راه ماتت هذيك الطريقه. وهذه راه بصفه عامه ومهم الواحد خصو يحذر النصابين. وما فهمتش انا هاد الناس بكل صراحه كاين السذاجه باقي السذاجه. هذه واحد الايمان راسخ بان كاينين الناس اللي سدج مع كامل الاسف كيطيحوا في هذا الشيء. عندك فليسات خاصك تستثمرهم في مشروع اللي انت تقوم به ولا تخليهم عندك من الاحسن. اما تعطيهم لواحد يقول لك نضاعفهم هذا راه ما يمكنش. راه ما يمكنش. راه اي مشروع اقتصادي المخير كيجيب 20% ديال الربح. راه ما كاينش شي مشروع غادي يجيب نسب اللي 100% او 300%. هذا راه مستحيل. اش انا ما دايرش حتى كنتفاجئوا انه ضرب ما اكثر من مليار وزاد في حالاته. هذا السيد هذا كاين حاضر يعني لادريس اللي عندنا حنايا كاين حاضر من مدينه الصويره. ولكن هو فاش كان كيتلاقى بالناس وكان كيدير هاد الانفستيسمون ديالو كيقولوا الناس اللي تلاقاوه في الواقع انه في مدينه اكادير وكيقولوا بانه عنده دي بروجي وداك الشيء الله اعلم. يعني انا ما عنديش زعما معرفه. دابا هاد الاخت الكريمه عطات المال ديالها وكتعامل مع واحد ما كتعرفوش اصلا ما عارفاهوش في اكادير في الصويره. وقالت لك قالت بان ادى لهم مليار سنتيم. ورا كاين اللي كيديو بحال واحد اللي كان في اكادير راه دا 15 مليار سنتيم. كاين اللي دا 80 مليار سنتيم من خلال هادشي ديال الباقات الباقه اللي كتشارك فيها وهذاك البيع الهرمي الى اخره. فدائما ما كنطيحوا في هاد دائما. ومن هذا راه فقط هاد الفيديو للتحذير وللتوعيه باش الناس ما تبقاش تطيح في هاد نفس اي واحد يجي عندك يقول لك بغيت تربح الفلوس راه ما كاين والو من داكشي. واش انه عنده ولكن على حسب ما كيقول انه دار لوكاسيون عنده سماك عنده ابارتمون وحتى هو كيقول لنا يعني نعرف فاش طاح وحنا كنحاولوا اننا نلقاو معاه مثلا فاش قال هو طاح الله اعلم شنو وقع عليه وكنحاولوا نلقاو معاه شي حل. كيقول لنا غير صبروا انا غنتسلف 300 مليون انا غنبيع لابارتمون ديالي انا غنبيع الطوموبيل ديالي. ولكن للاسف لقينا الكذوب. والمشكل الخطير في الامر ان فاش كاين شي واحد يدوي على حقه كيولي يتعرض لابتزاز ويتعرض للتشهير ويتعرض بزاف ديال التهديد لدرجه ان الناس باغيين طبيعه الحال لانكم كتعاملوا مع واحد نصاب عارف راسو في الاخير غادي يمشي يتشد في الحبس. اذا دابا راه شنو كيدير هو فقط راه كيبرد هذوك الفلوس كيحاول يلقى لهم مخارج باش حتى مشى للحبس ملي يخرج منه. ولا كاينين طرق اغلبيه بعض المرات راه كيكونوا محبوكين كيقوموا باعمال اللي محبوكه ما كيتشدوش اصلا قدر ما يتشدش ولا تشد يدوز عقوبه بسيطه ومن بعد يخرج وعندهم الملايير ديال السنتيمات. صحرو انا شخصيا دخلني في واحد الدوامه ديال الاكتئاب انا شخصيا واتاكاني وابتزني وبزاف ديال الحوايج من وسط البوبليك. يعني وصلنا لواحد الدرجه اللي ما نقولكش. ايوا الله يعلم واش بصح هو راجل دين. صراحه من بعد كنكتشفوا اننا كنطيحوا مع اكبر شلاهبي على وجه الكره الارضيه. حيت واحد الحاجه الاخوان والاخوات وخصنا دائما نشيروا لها دائما هذوك لي زانفلونسور والمؤثرين كيقدروا يبيعوا اي برودوي واخا خارج سياق هاد الهضره. كيقدر يبيع اي برودوي ومع ذلك تقدر يبيع غسول ولا صابون البلدي اللي كيسوى درهم يقدر يبيع ب 100 درهم ولا 300 درهم وعادي الناس كيمشيو. راه هذا هو اللي ما كتبقاش تقدر تفهمه ان الناس كيبغيو الشهره كيبغيو هذاك المشهور يشير اليهم ولا يذكر اسميتهم. هذا هو اللي اما تلقى شي واحد بسيط ولا يبيع لي بالمعقول هذاك ما كي بالعكس هذاك كيعفط عليه. اما هذوك المشاهير ولا شي واحد دار كيبقاو يعطيو في الفلوس ديالهم. هذا راه لقيت انا مشكل نفسي كاين واحد المشكل نفسي متفشي في المجتمع هو هذوك المؤثرين ولاو فعلا كياثروا على الناس. فعلا هذوك الناس كتكون عندهم واحد ماعرفش عقده نقص ولا ما عرفتش شنو شي حاجه من هذا القبيل اللي كيوليو كيسعاو ويمشيو عند هذوك المؤثرين فقط يشري من عنده اي حاجه ولا يدي ليه المال ديالو فقط باش يذكروا بالاسم ولا حيت هو ولا مشهور ولا باش يتقرب منه غير فقط يذكر سميتو. هذاك راه شي حاجه واخا يعرف يعطي عليها الملايين. وهذا راه بنت لي ان عقده نفسيه اكثر من هي استغلال او سذاجه. فريمون دارها بالمغاربه صراحه دارها بينا حنايا. حنايا شوف حنا المغاربه دغيا كتلعب علينا العاطفه وحنا شعب اللي
اللي لا عمرها سلعه دغيا كنثيقو فوالا، وانما للاسف للاسف للاسف. وهذا الانسان هذا ماشي فقط الناس سدج انه كثيق، كاين اكثر من حاجه. هو الانسان كيبحث على الشهره، يبحث ان هذاك المشهور يذكره بالاسم او يكبر به او غير يذكره. راه كتلقاهم راه كما شرحت مندي قبل، الخطر في الامر اللي بقى فينا انه لحد الان عليه مذكره تبحثوا عليه بزاف ديال الحوايج، والانسان باقي كيتقوى وكيقول لنا انا عندي نفوذ وما غاديش تديو مني والو. وثاني حاجه والخطر في الامر انه كان داخل على الخط واحد الاخ ديالو اللي هو مفوض قضائي، اللي كنكتشفوا من بعد انه مفوض قضائي، وكان كيحط يعني الجيميل ديالو وكيتعاملوا معاه الناس اللي باغي يفيرسي ليه الفلوس والى اخره. اه ومن بعد داك الاخ ديالو منين تواصلوا معاه الله اعلم. المهم كيدير واحد المهم هو المهم اللي توصلنا ليه انه مفوض قضائي في مدينه الدار البيضاء، الله اعلم واش هو ستاج واش عاد تخرج. المهم مفوض قضائي اللي كيقولوا و انا شخصيا ما فيرسيتش ليه، ولكن زعما ما عندناش شي فكره. المهم اخوه كان داخل في المعمعه فهمتيني. و شنو قيمه المساهمات خويا؟ راه بزاف، راه غير اللي باين راه فيت المليار، يعني راه كتلقى مبالغ خياليه، راه كتلقى ناس مصيفطين ليه. وهذا والمشكل خطير انه يعني لعب على العقول ديال ربات البيوت. راك عارف ربات البيوت كيكونوا مساكن جالسين في الدار، الله يحسن العوال الجميع، الوضعيه على قد الحال، باغي انت هما مساكن يدخلوا يديروا لهاد لي زانفيستيسمون، لعب لهم على العاطفه وباسم الدين وبقى انفيستيسمون. بالنسبه للعواطف ولا هادشي، دائما ربات البيوت واحد النصيحه، تشاوروا دائما مع الازواج ديالكم، تشاوروا مع الناس اللي قراب لكم، تشاوروا مع ناس عندهم درايه في مجال المعلومات، عندهم درايه اي حاجه. قبل ما نمشي نتوجه ندير واحد التوجه ولا نحط انفيستي ولا نستثمر اموال، راه خصني نسول عليها ونعرفها فين غادا، نعرفها فين جايه عاد باش نقدر. واغلبيه اي واحد انسان يقول لك نضوبل لك الاموال ديالك فقط، عتبرك في دارك ما تخدم ما والو، وغادي تعطي واحد الفلوس 1000 درهم ورجع لك 10000 درهم. هذا راه ما كايناش، هذا راه الاحلام اللي قادر على البزنازه وكيتمحنوا وكيمشيو للحبس. هذو البزنازه اللي كيبيعوا لهداك الشيء المخدرات والممنوعات راه كيتمحنوا، وعندهم الاجرام وعندهم مسائل خايبه وعندهم الحباسات وعندهم. وهاد زعما الانسان راه خصو يفيق شي شويه، راه ما يبقاش في دار غفلون بحال كبارك كيتسنى وبعده من هذوك الجروبات. اي جروب اللي ما فيهش حتى شي فائده الانسان كاع يبعد عليه. قول لك عرف انه يستدرج الناس، عرف انه يستدرج الناس. انا بغيت غير اللي يقنعني، انا بغيت تكون كبير وانا كنسول اللي يقنعني بهذا لافير. نقنعك هو انه انا شخصيا اقتنعت. حتى الصحفي براسو ما بقال لها قنعيني، زعما بغا شي واحد يقنعو. اغلبيه المشكله ان ربات البيوت وبعض السدج هما اللي كيطيحوا في هذا مع كامل الاسف. اقتنعت حيت كنت انا نقول لك انا شخصيا اقتنعت حيت كنت داخله معاه للجروب وكنت كنشوفو كيخلص الناس. يعني في الاول باش بدا راه بدا كيخلص الناس. في الاول كانوا الناس كيشدوا الفلوس مثلا. شحال كتعطي بعض المرات كيقول لك جروب هذا وشي وحدين كيتخلصوا، راه قدروا يكونوا معاه، يقدروا يكون هو عنده بزاف التليفونات وكيدخل وكيقول انا تخلص وهذا وبري، كيكونوا معاه حتى ناس. وبعض المرات هاد النصابه الحيله ديالهم ولا الشرك الاول ديالهم واحد 10 الناس دائما كيربحهم ولا 20 ديال الناس كيربحهم في الاول، ومن بعد هو راه كيشوف بعد النظر كيشوف انه من هنا لواحد العام يجمع واحد المليار. اذا اللي خسر واحد 10 المليون في الاول ولا واحد المبلغ بحال هذا، عارف راسو غادي يربح اضعاف من بعد. وباش خاصو يطمع الناس، وباش كيطمعهم هما اللي كيدخلوا بقى متابعين هاد الخو الخاوي في لي جروب. راه كهدي النتيجه انهم كيطيحوا في اكتئابات وكيمشي لهم رزقهم وكيديو الشمته معاهم. كهاد الكلام شويه قاصح ولكن اللي تعم الفائده، واللي عنده شي ربة البيت كيعرفها ولا شي واحد اللي ذاكر معاه في هاد المسائل، صيفطوا لي هاد الفيديو لكي تعم الفائده. وما تنساوناش ما تخبيوخلوش علينا باللايكات، جزاكم الله خيرا. وايضا الميساجات ديالكم راهم مهمين بالنسبه للقناه. هو كان كيحط عروض كثيره، يعني ما تقدرش تداركهم فهمتيني. كان كيحط عروض كثيره، يعني صعيب انك ربحتي معاه انت كاع. انا ما ربحت معاه والو كاع انا ما ربحت معاه حتى شي حاجه. مع دخلتي مع طاح
مع دخلت مع طيح الباص كما كيقولوا جاب الله التيسير. دخلتي قدام الربح كيما قدام الربح. جات دخلت مسكينه هاد الاخت الكريمه هبط الريد وصافي تفرش عاقوا به عرف القضيه صافي صدقات فالصو مع كامل الاسف. خطا واقيلا لا ولا شوف ربي دار تاويل دار تاويل الحمد لله. انك تغرقي اكثر من هكا غرقنا. انا شخصيا دخلني في واحد الدوامه اللي ما نكذبش عليك اللي خرج لي على حياتي. الضحايا ديال هاد السيد شمن ندير؟ الضحايا ديال هاد السيد من المغرب كامل تقريبا، الناس من طنجه من مكناس من رباط من وجده من اكادير من الصويره من مراكش من جميع مدن المغرب. الشرائح واش غير الفقراء ولا لا بليبار استضعف الطبقه الفقيره لا بليبار. الله اعلم حيت ما عندناش تواصل ببعضياتنا فهمتيني، يعني احنا جروب يعني وكل واحد خايد مع راسه ما كنعرفوش بعضياتنا. غادي يبانوا الناس غادي يبانوا بيان سور كل واحد كيبان كيقول لك كاين اللي ما قادرش يهضر كاين اللي كيهددهم كاينين الناس مساك اللي داروا فيه الثقه وعطاوه لي كونط ديالهم يخدم بهم ودابا كيهددهم كيقول لهم انا الا طحت غنجركم معايا. كاينين سيدات اللي خرجوا عليهم كاينه سيده مسكينه شخصيا وحق الله كذا داك الناس كتهضر كتقول لك انا غادي ننتحر انا غنخوي على راسي ليسانس ونصح هذا السيد صافي عييت بقوه التهديدات اللي كتجيني منه. مهم دائما هذه ثانيه ما خصكمش تتعاملوا مع النصابه وتعاونوهم ولا تعطيهم لي كونط ديالكم يخدموا بهم راكم غادي تتعرضوا للمساءله القضائيه. تعطي كونط ديالك كتعني انك شريك في النصب، ما عمرك ما تعطي شي حاجه للشخصيه ديالك تعطيها لواحد يخدم بها، وخصوصا هادشي ديال الابناك راه كتبقى حجه وهو راه قدر يكون كان كيستغفل هذوك النساء كيستغفلهم ولا كيستغفل بعض السداج كيخدم بهم بلي كونط ديالهم كتعني هما اللي كيتحملوا المسؤوليه القانونيه. طبيعه الحال راه البحث يقدر غادي يجبدوه بطبيعه الحال، ولكن هذا الشيء كياخذ واحد المساطير وصعيب بعض المرات باش تثبت شي حاجه، خاص الاثباتات خاص بزاف الحجاج الى اخره، والناس ما خاصهمش يوقعوا في هذا الشيء باش ما يتكرفصوش في حياتهم لا الشخصيه لا العائليه لا العاطفيه لا النفسيه لان وتا الماديه، ان الماديه الانسان واحد جامع واحد هذوك هاد النصابه راه ما عندهمش في قلبهم الرحمه، راه ما كيعرفوش اشنا هي الرحمه، راه كيعرفوا فقط كيفاش ينصب عليك كيفاش يلوح لك هذاك الشراك ديالو باش يستخلص منك هذوك الاموال، ولا عزاء فيك راه بحال سايكوباتيين راه ما كاين لا رحمه لا شفقه عندهم. ديجا هو معول انه غادي يمشي يكمل حياته في الحبس ولا غادي يدخل واحد سنين بعد شهور ولا سنين في الحبس اللي دخلهم، اذا انت كتكون ضحيه وهذا الوقت راه ما بقاش فيه الثقه، راه الثقه منعدمه كما شرنا في الفيديو السابق ديال الليله الماضيه اللي كننصحكم تشوفوه، هو ديال واحد المواطن مغربي كان مهندس وشوف كيفاش تقلب عليه الزمان من اقرب الناس ليه، فما بالك من البراني اقرب الناس ليه خدعوه وخانوه كما يدعي. فالواحد دائما المرجو الحيطه والحذر، وهذا الشيء فقط هذه الفيديوهات للتوعيه والاخوه الاخوات يهمنا دائما رايكم، لان دائما كنبغي نبارطاجيو معكم الحاجه للتوعيه. ودائما هاد القضايا كتبقى شائكه وكتشوف دائما كطرح تساؤلات كيفاش هاد الناس طاحوا في الفخاخ ديال هاد النصابه، كيفاش اشناهو الداعي اشناهو كيفاش دار ليهم هادشي، راه خطير جدا. هو كيهدد وكيقول لنا غندخلكم للحبس. واخا شحال دابا باش وقف عليكم هذا الرباح؟ من شهر سعود ولا تقريبا العام فيس دابا تقريبا عليه نعم هاد شهر 8 تقريبا غنتسناو، وحنا كنتسناو وحنا كنعطيوه برغم انه نصب علينا وحنا كنحاولوا اننا لا ما كنعطيوش فلوس وانما كنحاولوا تنتسناو كنقولوا له شوف راه ماشي مشكل واخا تعطينا حنا عطيناك رزقنا دقه واحده هانيه واخا ترد لنا غير 100 درهم في الشهر، ولكن للاسف الكذوب 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 الكذوب. بيني وبينك اللي عاطي 200 مليون ان بي سي 200 مليون شغادير لي 100 درهم في الشهر؟ صعيب. نعم اليوم درتو شكايات ديالكم؟ درنا شكايات ديالنا. شنو الاجراءات اللي درتو؟ ما كيتواصلش مع 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 المخزن، ما كيمشيش لعندهم ما كيمشيش حتى الاقوال متهرب، وفي نفس الوقت كيقول لك تيدخل مختفي ولكن بين في الجروب مختفي على الانظار ولكن بين في الجروب باقي كيتواصل باقي كيهدد باقي واخد راحته كيما بغى يعني الله اعلم. وكيقول لك هاجر لتركيا، هو كيقول لك هرب لتركيا ولكن الله اعلم ما عرفناش. هادشي فكرنا في
القضيه ديال 15 مليار تقريبا ولاد نفس المدينه ونصبوا على نفس الضحايا تقريبا المهم هذه جبدوا القضيه ديال 15 مليار اللي واحد السيد عاوتاني كيقول لهم راه العمولات هذه راه دائما كيجبدوا لك اما العمولات اما عندهم شركات برا اما لقاو واحد الوسيله ديال المال وهم راه رابحين ولكن الا عطيتيهم انت المال غادي تزيد تربحهم وما راه ماشي المشكل ديالهم هذا زعما كيفاش التفكير ديال ماشي المشكل ديالهم ولكن المشكل ديالك انت الا بغيتي تخرج من الفقر وما راه خارجين من الفقر وبطبيعه الحال راه الناس كتيق وهذاك ديال 15 مليار اظن ان ما كانش متابعه اظن ولا المهم هذاك الشيء كيكون معقد اجراءات كتكون طويله ومسطريه وفي اخر المطاف راه اولا الطماع راه كيقضي عليه الكذاب والقانون لا يحمي المغفلين فلا عطيتي المال ديالك لشي واحد فكن على يقين انه مشالك للاسف ما عرفتش واش كاين شي عامل مشترك ما بيناتهم ولا الله اعلم واش هذه عصابه اللي حنا طحنا من وسطها ولا جا هادشي صدفه الله اعلم يعني كنتمنى من السلطه انها تدخل تنتمنى يعني نسي الحموشي انه يتدخل على القضيه وانه يجيب لنا حقنا حيت صراحه المغاربه راهو كلاو العصا 600 اسره تشردات فيهم عيالات تطلقوا كاين الناس اللي ماتوا كاين الناس اللي جاهم سكر كاين الناس اللي كيعانيوا في صمت كاين الناس اللي دخلوا للحبس بسببه وكاين الناس اللي راهم رشيشي حاليا بسببه لهالدرجه بنادم تسلف وما شرد 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 عائلات تطلق العيالات على رجالهم تطلق دار بزاف الكوارث يعني ما بقاتش غير في انه نهب فلوس المغاربه المهم هاد الاخت تضامن كامل تضامن معها كنشوفوا ان الدموع يغالب هاد الدموع تضامن معها وكنتمناو ان القانون ياخذ مجراه في هاد القضيه وانهم ينالوا يرجعوا على الاقل يجازوا هاد السيد يشد في الحبس باش اوموا على الاقل شويه يخفف عليهم ولكن راه كتبقى القاعده الراسخه هو ديال ان هاد الناس طمعوا في اشياء اللي واخا تكون هذا راه ما غاديش هاد الشيء يقول لك يتكرر والناس ما بغاش تفهم بكل صراحه وانما راه شتت عائلات ومنين كنقول لك 600 شخص يعني 600 اسره فما فوق ولا رحمه لا شفقه يعني كتواصل معاه وصلت بين الدرجه لدرجه ان مثلا رضيعه صغيره عندها مسكينه مرض الربو وعطينو عائلتها زباله ديال الفلوس وكيقولوا له غير 3000 درهم غير باش نعتقوا هذه البنيته غير باش نديوها ليزيرجونس كيقول لهم ما عنديش ولا كيقول لهم دابا نصيفط لكم وما كيدير حتى شي حاجه المهم الاتصال ديالكم معاه غير مؤخرا غير هاد السيمانه كيكتب لنا جريده في هذا وكيحط لنا حيتاش نضنا كندويو على حقنا كيقول لك بانه غيدخلنا للحبس وكيحط لنا العقوبات يعني اللي غادي ينالونا هو ما شافش العقوبات ديالو كنتمنى انه يركز على العقوبات ديالو هو اما حنايا حنا راه شعب متضرر حنا راه ناس دخلنا معاه وتلعب بالعقول ديالنا باسم الدين وباسم الاستثمار ومشاو لنا فلوسنا وتنهبوا لنا فلوسنا وتشردت لنا حياتنا اون بلوس المهم كل تضامن مع هاد الاخت في نهايه الحلقه ولا هذا التنبيه فالواحد ما يتيقش ما خصكش تيق اي واحد يقول لك تربح حاول الانسان دائما راه العمل الانسان خصو يعول على العمل ديالو الكد ديالو الاجتهاد ديالو الذكاء ديالو الى اخره باش يقدر يجمع الفلوس او الشغل ديالو ولا شي حاجه باش ولا التجاره ديالو باش يجيب الفلوس اما تعطي فلوسك لواحد ويقول لك نضوب لهم لك ولا غادي داكش هذاك الشيء راه ما كاينش كل صراحه كنتمنى النهايه سعيده لهاد الاخوان وقدروا يسترجعوا الاموال ديالهم لا اظن هذا انهم ممكن لهم استرجاع الاموال ديالهم ولكن كنتمنى لهم انهم تما يسترجعوا الاموال باش الحياه ديالهم ما تدمرش كان فقط هذا فيديو تنبيهي وصافي وكنشكركم على حسن الاصغاء الى اللقاء.